انا بالنسبه لي الاعلانات ومهما حاول اربي نفسي اللي دايما تجيب رجلي اللي فيها مزيكا انا يعني اي حاجه فيها اغنيه تعلق لا ويعني منتجات معينه مثلا ما فيش ايه اعلان لا الاكل معاكي ما يجيبش نتيجه الاكل معايا مش هيجيب نتيجه المنتجعات مش هتجيب نتيجه انما بقى جيبي شامبو معجون سنان حاجه ميك اب ولما بسافر بره كمان هناك بيعملوا اعلانات ادويه في التلفزيون ايه ده بقى يعني اي دواء جديد مسكن ما احنا هنا بقى في دلوقتي ادويه يعني ما هي دي الادويه اللي بتتباع يعني بيسموها قبل الدكتور يعني اللي هي فيتامينات فيتامينات وحاجات تشعر اللي يقول لك مش عارفه الفيتامين ده يعمل لك ايه والمش عارفه الكريم ده ما حصلش لجلدك الناشف مش عارفه الحاجات دي بقى اروح نازله على الاجزخانه جايباهم زو 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 لا انا بيغيظني بقى الاعلانات اللي هي اللي تحت الكوبري عارفينها اللي هي اللي بالي بالك العلبه دي وفي بقى اللي هو بابا انا عايز يا بابا يا بابا اللي هو عايز ايه ده اعلانات رزله رزيله المهم بقى انها من كتر ما بتتعاد بتحفظيها يعني دي المشكله لا دي زي النقطة البايخه عارفه لا ايه اللي هي تتكرر من كتر ما هي بايخه والناس تضحك عليها ده بقى في اعلانات دلوقتي عن فك السحر وجلب الحبيب في 3 ساعات ده انا بعمل حله المحشي بتاخد مني يومين الحبيب في 3 ساعات جاي من على المحور فهيجي على طول يعني في الطريق لا جاي في صاروخ طبعا لا وهي يعني بتقول لك لو كان في اي انحاء العالم يعني هي محدده كمان واثقه في قدراتها لدرجه ان هي مش بتقول لك بس ان هو في محيط عيلتك او لا 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 هتجيبه بره لا وفي كمان الاعلانات بقى اللي هي بتاعت الدكاتره اللي هي مش عارفه الطبيب مين او مثلا لو عندك مشكله نفسيه اتصل بيها من بعد الساعه 9 ل 12 المحدد بتناكته يعني انا تعبان بقى وحلي مهدود كده وعندي مشكله نفسيه مش هتكلم الصبح بدري لا استناه من 9 ل 12 عشان هو محدد لي مواعيد اللي هو فاضي فيها في اعلانات كمان عن الاستشارات القانونيه يعني طبعا فتتصلي باستشارك استشارك الفني ما خاب من استشار طبعا فلا ما سابتش موسوعه افتكروا ايه مثلا في المنتجات لسه ما اتعملش عنه اعلان لحد دلوقتي ايه في المنتجات ما اتعملش اعلان ده حتى والله كنت هقول حاجه بس لقيتها اتعمل على المقابر حتى المقابر طبعا ايوه مقابر كمان ايه كلاس ايه اللي هي بحري اسمها ايه كلاس ايه كلاس ايه كلاس ايه كلاس ولا كلاس ايه كلاس ايه كلاس المهم يعني بيعملوا عنها انها مقابر بحري قدامها جنينه كبيره يعني لا لا بصي على فكره المقابر اغلى من اي بيت دلوقتي بالمناسبه يعني صح بقت عمله نادره طبعا صح اوكي صح انا بقى اللي وحشيني بس قوي واحده بحري بسعر رخيص لو عايزه احنا لو عايزه بقى نتكلم عن الحواش هقول لك بقى بحري وبوزرع صدقيني ما شاء الله عشان لما تدفى يبقى طراوة والراجل الأبار بقى ايه على حطة ايده يعمل لا انا كمان بحب قوي اعلانات الايس كريم في أنا الصيف وحشاني الايس كريم في الصيف يا خبر ابيض تبقى حاجه وحشاني انا ممكن اكل ايس كريم الصبح والظهر والليل والعصر وبين البنين والله في اعلانات في اعلانات على الايس كريم انا مش بشتري اللي هي العلبه الكيلو فاكرين بقى فاهمه قدام التلفزيون دي حلوه بقول لكم ايه فاكرين ايس كريم بونبون ايوه يو احكي لا احنا واحنا في اسبانيا كان بعد الغداء بيجوا يسالونا يعني نحب ناكل ايه كده فانا وشيماء اخترنا ايس كريم بونبون لا هي الست اسبانيه فطبعا احنا مش فاهمين اي حاجه فاحنا عايزين ناكل ايس كريم فانا قلت لها ايس كريم فبعدين قالت لنا بونبون فانا اقول لها يعني اوكي ماشي لو في بونبون ماشي بس انا عايزه شوكليت وهي عايزه فانيليا انا تو بولا وهي وان بولا تقول لي بونبون قلت لها اوكي ما انا ماشي موافقه انك تحطي فيه بونبون بس انا عايزه شوكولاته وهي فانيليا انا اتنين بولا وهي واحد قالت لنا اوكي بونبون فراحت جايبه راحت وغابت بقى وحسيتنا بقى انها بتعمله بايديها وفي الاخر طلع بونبون ده عندهم اللي هو الاستيك اللي عندنا ابو عصايه وهو اسمه بونبون وطعمه وحش جدا قوي لا لو نوع واحد كمان يا ريت فيه شوكولاته ولا كراميل وكل يوم بقى بقينا ناكل بونبون